طب خليني أسأل حضرتك، إيه اللي إحنا محتاجينه الفترة الجاية علشان يعني نطور القطاع العقاري؟ والله وضع نظام بيوضح الحقوق والواجبات داخل السوق ومين هم اللاعبين. يعني احنا عندنا جزء مهم قوي في السوق العقاري، حاجة زي الوسيط العقاري، البروكرز دول بقوا يعني قطاع بقوا مهم شركات جدا. كتير جدا. قطاع مهم جدا وكبير جدا، ولكن ليس له تعريف وليس له مسؤوليات وليس له يعني رخصة للمهنة، نقول ان انت هتمارس المهنة دي فانت لازم همتحنك في شوية معلومات قانونية شوية معلومات تجارية عشان اقول لك تفضل، لان انت هتبقى صالح للعمل في المستشار العقاري الامين اللي هتقدر تدي معلومة للمشتري صحيح. وتنصحه. هتنصحه ازاي وانت ما عندكش باك جراوند؟ فلازم اعرف النولج اللي موجودة والخبرات الموجودة عشان تاخد الرخصة دي. طب خليني اروح مع حضرتك سؤال بقى مهم جدا دايما الناس بتسأله، تقول لك ودائع الصيانة، دايما بنلاقي مشاكل عند جزء ودائع الصيانة والإدارة كمان ما بعد الاستلام والسكن، شايف نحل المشكلة دي ازاي؟ هو ده سؤال مهم جدا، لان الحقيقة العقار مش مش اعلان مجرد ان انا ابني واسلمك واسيبك وامشي. بالظبط كده، اعلان ودفعة حجز واقساط وبعد كده الموضوع انتهى. ده كده الموضوع بدأ مش انتهى، يعني احنا بنبدأ مع استلام العقار، هو ده التحدي بنبدأ الحقيقي. الشراكة. ده التحدي الحقيقي. الودائع احنا فاهمينها غلط، احنا في السوق المصري فاهمين ان انا دافع وديعة اذا انا مش هدفع حاجة تاني. الحقيقة الودائع هي بتخفف الضغط على المالك في ان هو يسدد الاعباء، بتخفف الضغط على شركة الادارة ان هي تحصل الفلوس، لان في ناس مقيمة في ناس غير مقيمة، في ناس بتسافر، في ناس بعد ما بتشتري بتختفي لأسباب أو لأخرى بتختفي، فبيفضل دايما عائد الوديعة اللي هي دفعته هو ده المساهمة بتاعته في عملية الصيانة. طيب هل أنا بعد فترة مش هيطلب مني فلوس خلاص تاني؟ قولا واحدا هيطلب منك فروق صيانة. طب ليه أدفع؟ أنا دافع وديعة. ليه تدفع؟ لأن حضرتك عائد الوديعة ده حتى لو هو ثابت، وده مش حقيقي لأن فوائد البنوك متغيرة، ولكن عندنا حوالي من 70 ل 75% من مصروف الصيانة هو مرتبات عمال زراعة وعمال نظافة وأفراد أمن اللي بتحافظ على المشروع اللي احنا بنسكن وعايشين فيه. وهذه المرتبات هي في زيادة سنوية لأن في علاوة سنوية بقوة القانون، فالمصروف بتاعي بيزيد، فواتير الكهرباء بتزيد، فواتير المية بتزيد، تكلفة الصيانة بتزيد، العقار نفسه بيقدم، وبعد 10 سنين بتلاقي فيه مصروفات إحلال وتجديد لازم تتصرف. فإذا أنا ما حطيتش مصروف الصيانة ده يعتبر استثمار. ليه استثمار؟ لأن ده بينعكس على قيمة الأصل اللي أنا امتلكته. لو أنا أهملته هيبقى عامل زي العربية القديمة اللي مبقعة وليها رفرف واقع واكسدام واقع وملهاش قيمة سوقية، والساكن هيبقى متضايق من المنظر العام. بالظبط بالظبط. الاهتمام بالصيانة زي بالظبط العربية اللي صاحبها مهتم بيها، فهي دائما وأبدا في أحسن صورة وأحسن حال وبتجيب له أعلى سعر في السوق. صحيح. فصيانة العقارات العنوان الحقيقي بتاعها هو الحفاظ على الثروة العقارية. مصر فيها ثروة عقارية يعني رهيبة، ولكن مع الأسف ثقافتنا في الصيانة ما بتخليناش نحافظ عليها.